استعرضت وزيرة التنمية المحلية منال عوض مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني التحضير والإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير كل سبل إنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى المقبل.